الرحمن الرحيم، وبه وعليه سبحانه وتعالى نتوكل ونستعين. أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، أسعد الله مساءكم بكل خير. أسعد الله مساءكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم في تاسع أيام مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. نحييكم في يوم ما قبل الختام، في يوم ما قبل السيوف، في يوم ما قبل الخناجر الذهبية الختامية، في يوم ما قبل الشلف الذهبية والفضية والسيف الفضي والسيف الذهبي. هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة. مشاهدينا الأعزاء، برنامجنا المسائي لهذا اليوم هو أربعة أشواط لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، وأربعة أشواط لأبناء القبائل. نتمنى التوفيق، نتمنى التوفيق والناموس لكل الحاضرين ولكل المشاركين معنا في مساء هذا اليوم. كذلك لا يفوتني أن أهنئ جميع الفائزين معنا في هذا المهرجان، وحظا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ. مشاهدينا الأعزاء، أول أشواطنا الرئيسية، أول أشواطنا الأولى في مساء هذا اليوم ينطلق على بركة الله وحفظه. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تنطلق هذه الرياضة وهذا المهرجان وهذه السباقات تنطلق بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمتابعة وإشراف اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، بمتابعة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني الحاضر والمتواجد الذي نرحب به أجمل ترحيب، وبأصحاب السمو الشيوخ الحاضرين معنا في مساء هذا اليوم. أيها الأعزاء، تشارك في هذا الشوط براقة والعفريت، الموج، الضبية، محبة الرياضية، قبة، العنود، وجد، ووسام. هذه الأسماء الحاضرة، نخبة النخبة الليلة في هذا الشوط. هناك جائزة عينية قيمة، سيارة رصدت للفائزة بالمركز الأول، سيارة تويوتا ستيشن جي إكس آر بانتظار الفائزة بالمركز الأول. المقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول مع أول كيلو متر مقطوع من مسافة هذا الشوط من هجن الشحانية، اللي على المركز الأول من هجن الشحانية المضمر سالم بن فاران، بينما المركز الثاني أيضا من هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الأول تتواجد فيه الضبية من هجن الشحانية، الضبية تنطلق يتابعها في التضمير سالم بن فاران المضمر الذهبي، بينما المركز الثاني التواجد من قبل الموج من هجن الشحانية، الموج يضمرها محمد بن خالد العطية. ننتقل إلى المركز الثالث، المركز الثالث تتواجد فيه وجد من هجن الشحانية المضمر جابر بن سالم بن فاران، بينما المركز الرابع وصلت وانطلقت غبة من هجن الشحانية ضمرها جابر بن سالم المضمر الشبل، بين مرحبا بقبة، مرحبا يا قبة، حللت أهلا ووطأت سهلا في هذا الشوط. أحد الأسماء في رصيدها كأس ذهبي، كأس ذهبي في ميدان المرموم في سن الثنايا في شوط المفتوح، في الشوط المفتوح، وهذا الرصيد، رصيد الكاس ورصيد السيارات التي في رصيدها، لا معرض متنقل في رصيد غبة من السيارات. من تشاهدونها على المركز الرابع من هجن الشحانية يضمرها جابر بن سالم بن فاران. ننتقل إلى المركز الخامس، محبة تصل على المركز الخامس، هي أيضا رصيدها مليء بالإنجازات وهي من المرشحات لاختطاف ناموس الشوط. محبة المضمر ومن يتابعها جابر بن سالم بن فاران. هذه نتيجتنا الأولى أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، في ليلة شحانية
في ليلة شحانية تراثية تنطلق هذه الذلل وهذه الأصايل، هذه الحيل في هذه الأشواط. العودة إلى المركز الأول، الضبية على المركز الأول من هجن الشحانية، يضمر الضبية سالم بن فاران المضمر الذهبي. وراك يوم غد يا الذهبي، يوم طويل وشاق، يوم السيوف، يوم الرموز يا الذهبي، يوم الرموز. من هؤلاء المضمرين سينتزع السيف الذهبي، سيف المؤسس؟ وكذلك أبناء القبائل تتطلع العيون وتشرئب النفوس لمعرفة أبطال السيوف في مساء الغد في ختام المهرجان. والجائزة النقدية القيمة، الجائزة المليونية، من الحائل، من بطلة الجوائز المليونية، 5 مليون ريال التي أتت كمكرمة وكهدية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ودعمه المستمر لهذه الرياضة العربية الأصيلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه الصحة والعافية وأن يطيل في عمر تميم المجد. المركز الثاني تتواجد فيه الموج من هجن الشحانية، ترقص على المركز الثاني الموج، يضمرها محمد بن خالد العطية. دور المركز الثالث، وجد، تتواجد وجد على المركز الثالث من هجن الشحانية مع جابر بن فاران المضمر الشبل. المركز الرابع، قبة تصل في هذه اللحظات على المركز الرابع وتتواجد على رابع المراكز قبة مع أيضا المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس اقتربت الأسماء، بدأت الأسماء بالاقتراب. المركز الخامس هنا محبة من هجن الشحاني المضمر جابر بن سالم بن فاران، وهناك أسماء لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة، نشاهدها خلف دائرة النداء، قريبة جدا من دائرة النداء. هذه النتيجة أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم. العودة إلى المركز الأول، الضبية مع المركز الأول من هجن الشحانية، هي سيدة الموقف. الضبية منذ الانطلاق متسيدة، متحكمة بزمام الأمور وبكل ما يدور من أمور في هذا الشوط، يعني متحملة مسؤولية ثقيلة، وهي المركز الأول وقيادة هذه الأسماء القوية الحاضرة معنا في هذا الشوط. المركز الثاني، قبة على المركز الثاني 4 كيلومترات. الله يا قبة، الله يا قبة، بطلة كأس الثنايا في ميدان المرموم في الشوط المفتوح. هذه أحد أبطال هجن الشحانية التي مثلت هذا الشعار الأدعم في المحافل الخارجية، في الميادين وفي المحافل الكبرى. هذه مثلت هجن الشحانية وجماهيرها ومحبينها. هذه تنطلق بهذا الرصيد المليء بالإنجازات على المركز الثاني. غبة من هجن الشحانية يضمرها جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث، الموج على المركز الثالث تتقدم من هجن الشحانية المضمر محمد بن خالد العطية. المركز الرابع أول نداء لوسام من هجن الشحانية، مضمر سالم بن فاران يتابع ويضمر وسام اللي على المركز الرابع. بينما المركز الخامس تنطلق فيه محبة من هجن الشحانية، يضمر محبة جابر بن سالم بن فاران المضمر الشبل. هنا المعركة الليلة ما بين الشبل، ما بين المضمر المشاغب، ما بين الشبل. منافسة أشواط أصحاب السمو الشيوخ في مساء هذا اليوم، الفترة المسائية في يوم الغد ستكون السيوف، أشواط السيوف، السيفين، السيف الفضي والجائزة المليونية. جوائز الشوط مليوني ذلك الشوط، 5 ملايين رصدت للمركز الأول، إضافة إلى السيف الفضي، السيف الذهبي. أيضا هناك سيارة لامبورغيني وضعت لهجن أصحاب السمو والشيوخ. نتمنى إن شاء الله التوفيق لكل المشاركين في هذا المهرجان. عودتنا إلى الضبية، ما زالت الضبية متحكمة بزمام الأمور. هذه لقطة جوية أيضا من إبداعات مخرجنا في مساء هذا اليوم. هذه اللقطة الجوية كما تشاهدونها من الجو ومن كل مكان، نرصد لكم الأصايل عبر قناة الريان الفضائية وتحركاتها بالمني هليكوبتر. هذه اللقطة الجوية، المركز الأول ما زالت الضبية
تشاهدونها عبر الجو في هذه اللحظات من هجن الشحانية الضبية. المضمر سالم بن فاران المضمر الذهبي من خلال هذه اللقطة نرى اقتراب الأسماء وهجومها على المراكز المتقدمة الأولى. شوفوا لو تشوفون المجموعة الثلاثة أو الأربع أسماء اللي في يمين الميدان من الجو الآن واضحة انطلاقة مجموعة قادمة في هذه اللحظات تقترب اقتراب كبير من هذه الأسماء. أول المنطلقات الرياضية، أول نداء للرياضية في هذا الشوط انطلقت مباشرة إلى المركز الثالث، انطلقت إلى المركز الثالث من هجن الشحانية يضمرها جابر بن سالم بن فاران اللي داخل في هذا الشوط بأكثر من اسم المضمر الشبل. المركز الرابع العنود، أيضا هي أول نداء للعنود من هجن الشحانية المضمر جابر بن سالم بن فاران. كيلو وين يا الشبل؟ كيلو وين يا الذهبي؟ كيلو وين يا المشاغب؟ تفصلنا عن خط النهاية، عن معرفة بطلة هذا الشوط، بطلة هذا الشوط في مساء الغد في نفس التوقيت تقريبا. هناك أشواط لأبناء القبائل وأشواط لهجن أصحاب السمو والشيوخ. نتمنى إن شاء الله بدأ المهرجان بالرحيل. نهني كل الفائزين ونتمنى أن يعيده الله علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية. كيلو ونصف الكيلو يا مضمرين، كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية. مهرجان المؤسس يوم ما قبل الختام، أول أشواطنا لهجن أصحاب السمو والشيوخ. يعتبر شوط رئيسي الليلة، شوط رئيسي في الفترة المسائية لهجن أصحاب السمو والشيوخ. المركز الأول الضبية على المركز الأول، ما قصرت يا الذهبي الضبية أبدا، قامت راس وربما تفعل كما فعل الباز في مساء البارحة، تقوم راس وتنهي الشوط راس. نقترب من لوحة الكيلو متر الأخير، بانت المنصة يا مضمرين، بانت المنصة والحزام الأخضر وحزام النخيل، بدأنا نقترب من الحزام الأخضر. الله، وبدأ الهجوم، بدأ قصف المقدمة من هذه الحيل، حائل قده تشوش الريح الزعفران، مبطي نذره من العام في عذنونها. الكيلو متر الأخير، العنود انطلقت العنود في المركز الأول مع هجم الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران، وانطلقت أيضا في هذه الأثناء انطلقت وتحركت. غبة يا غبة الجماهير، غبة يا غبة مع المركز الأول في هذه اللحظات. عادت غبة راعية الكاس في ميدان المرموم. الله، بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات انطلقت غبة من السبق، غبة بحر من السبق مع غبة، بحر من السبق. هذه بطلتنا في الإمارات، بطلتنا في المرموم، مثلتنا هناك، أتت بالكاس الذهبي من ميدان المرموم، زفت الكاس لمحبين هجن الشحانية. أشكرك يا الشبل على هذه المواصيل التي وصلت إليها غبة، بينما الخطورة من العنود وقبة. غبة. راعية الكاس متعودة على الزعفران، كثر يا فتح الزعفران، كثر، زيده يا فتح زيده على غبة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، وتوقيت مميز في هذا المهرجان مع غبة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية ولمحبين هجن الشحانية. هذه غبة بذكريات الكاس تنتزع الشوط الأول الرئيسي في مساء هذا اليوم. تهانينا للشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الثاني العنود من هجن الشحانية مع المضمر الشبل أيضا جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث العفريت من هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الرابع وسام من هجن الشحانية مع المضمر سالم بن فاران. المركز الخامس محبة من هجن الشحانية مع المضمر جابر بن سالم بن فاران. هذه قبة بذكريات الكاس تختطف الشوط الرئيسي في مساء هذا اليوم، وتسجل أفضل توقيت في هذا المهرجان من مسافة 8 كيلومترات. إذن
مؤشر أشواط السيوف، مؤشر خطير من خلال ما شاهدنا في توقيت هذا الشوط. هذه غبة تصل قاطعة مسافة الشوط في أفضل توقيت في هذا المهرجان، يسجل من مسافة 8 كيلومترات، 12 دقيقة 8 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية ولمحبين قبة في كل مكان وجماهيرها. تهانينا أيضا للمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران، أشكرك يا شبل، ما قصرت، كفيت ووفيت في مساء هذا اليوم. المركز الثاني العنود أيضا من تحت إدارة الشبل، 12 دقيقة 10 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، والتهاني تزف للمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران من قدم قبة والعنود على المركزين الأول والثاني في هذا الشوط الرئيسي في فترتنا المسائية. المركز الثالث العفريت احتلت المركز الثالث قاطعة مسافة الشوط في 12 دقيقة 12 ثانية جزئين من الثانية. توقيت سبيشل وتوقيت مميز يا أبو خالد. تهانينا للهجن الشحانية، والتهاني للمضمر محمد بن خالد العطية. وبالمناسبة أبو خالد توقيتها في المركز الثالث 12-12-2، رقم قياسي ورقم مميز، يحبونها الأرقام الاتيكيت والاسبيشل. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم، تتواصل أشواطنا الرئيسية في مساء هذا اليوم، وينطلق في هذه اللحظات الشوط الأول الرئيسي للزمول. والكلمة إلى الزميل مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا محمد بن مريك المري. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان على الهواء مباشرة، نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا اليوم، يوم الخميس، يوم ما قبل الختام. هذا اليوم الموافق ل28 من ديسمبر عام 2017، هذا اليوم الذي يوافق ل10 من ربيع الثاني لعام 1439 للهجرة، في لقاء الكبار، في تحدي الكبار، في أشواط الكبار، في مسافة الكبار، 8 كيلومترات الحاضرة مع هذه الأصايل ومع هذه السبق المنطلقات في مساء هذا اليوم. تابعنا قبل لحظات في شوطنا الماضي الشوط الأول في مساء هذا اليوم الخاص بالحيل، وكان للشحانية حضورها مع غبة المنتزعة والمحققة لناموس الشوط الأول. تهنئة لعشاق الأدعم، تهنئة أيضا لشبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران المري الذي قاد غبة في الشوط الأول محققا ومهديا عشاق الأدعم الناموس. على بركة الله ننطلق مع شوط الزمول الأول، شوط لا يقل أهمية أيضا مع هذه الأسماء العملاقة والكبيرة والحاضرة في هذا المساء. جائزة الشوط نيسان باترول ستيشن، لكن الشوط الأول غير، الشوط الأول غير. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. مباشرة إلى المركز الأول، سلهود مع المركز الأول لهجن الشحانية. هذا هو جابر بن سالم بن فاران المري يقدم سلهود كما قدم غبة في شوطنا الأول، هو مضمر غبة ويقدم سلهود في هذا الشوط. نقل إلى المركز الثاني، إلى المركز الثاني مغادر لهجن الشحانية أيضا، ولكن المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. شبل المضمرين يقدم حشيم على مستوى المركز الثالث. هنا حشيم لهجن الشحانية بمتابعة المضمر جابر بن سالم بن فاران المري. أنتقل مع حضراتكم لأتعرف على المركز الرابع مع هذه المجموعة، المجموعة المنعزلة، المنعزلة عن المراكز الثلاثة الأولى، ولكن هناك أسماء قوية مع هذه المجموعة الكبيرة. الله، زاهي على المركز الرابع، زاهي لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الخامس يتواصل غشام مع المركز الخامس لهجن الشحانية.
مع المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وأيضا بمعية غشام صنديد الحاضر والمنطلق بشعار هجن الشحانية، وبالمضمر نفسه أيضا محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه المجموعة أيها الإخوة المتابعون، أيها الحفل الكريم، مشاهدينا في كل مكان في كل العالم، من يتابع الشحانية وانطلاقات الشحانية على الهواء مباشرة في هذا اليوم، يوم الخميس. اليوم هو يوم ما قبل الختام، يوم الغد سيسدل الستار عن هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. كنا مستمتعين معكم وحاضرين وفرحين أيضا في ميدان التحدي في هذه العشرة أيام في هذا السباق الكبير، وكان لحضوري أيضا الشعارات العملاقة من أبناء القبائل حضورها، ولكن الغد غير، يوم الغد غير، يوم 5 مليون لشوط الحيل، شوط الحيل الجائزة الأغلى في عالم سباقات الهجن، أغلى جائزة تقدم في سباقات الهجن في دول مجلس التعاون الخليجي، هو شوط الحيل لأبناء القبائل يوم الغد إن شاء الله. نعود إلى مجريات شوطنا يا أخواني. إلى المركز الأول، إلى المركز الأول سلهود لهجن الشحانية، على المركز الأول لهجن الشحانية يقود الأسماء. هذا الشعار، شعار الأدعم، الشعار الخطير، الشعار المثير، الشعار الغالي في قلوب الجميع، شعار هجن الشحانية. هذا الشعار المميز يقدم جديدة في هذا اليوم، يقدم الأسماء التي عهدناها دائما في أشواط الرموز، سواء هنا في الشحانية أو في ميادين دول مجلس التعاون الخليجي. حاضرا هذا الشعار، حاضرا كعادته، كعادته حاضر. الله، سلهود على المركز الأول لهجن الشحانية، يقدم جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثاني من الجانب الآخر مغادر لهجن الشحانية، يقدم محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثالث، المركز الثالث هنا يتدخل حشيم، حشيم لهجن الشحانية أيضا، يقدم حشيم جابر بن سالم بن فاران المري، كما يقدم زاهي المحتل المركز الرابع أيضا بنفس الشعار ونفس المضمر. المركز الخامس، محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم مبدع على المركز الخامس، ويقدم صنديد على المركز السادس، ويقدم غشام على المركز السابع. هذه المراكز الثلاثة الأولى مع الحوت محمد بن خالد بن عبد الله العطية. يا أخواني، نيسان بترول ستيشن عند خط النهاية، آخر مديل لمن يحقق الناموس من هذه الزمول، هذه الزمول الأصايل، هذه الفحول، فحول المستقبل، زمول الناموس، هذه الأسماء العملاقة الحاضرة بإنجازاتها الكبيرة، الحاضرة بكل ما حققت من إنجازات ذهبية في مسيرة رياضية حافلة بدأت مع الصغار من سن الحقائق إلى اللقاية، إلى الجذاع، إلى الثنايا، واليوم تشارك، تشارك مع الكبار هذه الأسماء العملاقة الكبيرة والحاضرة. الأدعم يسيطر على الموقف مع سلهود لهجن الشحانية. هناك المضمر المميز الشاب شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران، يقدم سلهود بالمركز الأول، حاضرا كحضور صاحبة الشوط الرئيسي الأول، غبة التي حضرت وحققت وفازت وانتزعت ناموس الشوط الأول مع المضمر جابر بن سالم بن فران. اليوم
اليوم شبل المضمرين ناويله علنية. وتابع وتابع المركز الأول والثاني والرابع مع شبل المضمرين، هناك الحوت بالمركز الثالث والرابع والخامس، هنا حوت المضمرين على المركز الثالث والخامس والسادس مع محمد بن خالد بن عبد الله العطية. لكن بدأ الصراع، بدأ التخطيط بعد أن تجاوزنا لوحة الثلاثة كيلومترات. بدأ شبل المضمرين يجر الشوط، جر يجر الشوط. بدأ شبل المضمرين مع تقدم سلهود، وهنا حشيم على المركز الأول حشيم والثالث سلهود، هنا بدأ أيضا حوت المضمرين. بدأ حوت المضمرين مع مغادر هنا في هذه اللحظة مقدما، مغادر حاضرا طامحا على انتزاع وتحقيق ناموس الشوط الأول. هناك ثلاثة أسماء، شعار هجن الشحانية قادم مع زاهي، مع زاهي ومع غشام. هنا أيضا تقدم لصنديد، ديروا بالكم من صنديد اللي يحتل المركز الخامس. صنديد يحمل الرقم ثلاثة، هذا الاسم الخطير، اسم خطير يقدم في هذا الشوط، الاسم الأخطر في هذا الشوط. لكن شبل المضمرين هناك، شبل المضمرين مع المركز الأول مع حشيم، حشيم الشعار شعار الشحانية، والمضمر شبل المضمرين جابر بن سالم. ولكن بدأ مغادر يا أخواني، بدأ مغادر محمد بن خالد بن عبد الله العطية، بدأ يغادر في هذا الموقف مع الألف وخمسمائة متر عن خط النهاية، كيلو ونصف الكيلو. الله، بدأ جابر بن سالم بن فاران بالمشاغبة من هذا الموقف. يا حوت المضمرين، بدأ شبل المضمرين. الله، شوفوا تخطيط المضمرين، شوفوا ما يقدمون من عروض مميزة مع هذه الأصايل، مع هذه الزمول السبق المعروفات صاحبات الإنجاز. عروض ولا أروع تقدم في ميدان التحدي. هنا الصورة الأروع، الصورة الأجمل في هذا المساء. الله، زاهي على المركز الأول، زاهي مع مقدمة الشوط. بدأ زاهي بالإقلاع، أقلع مع الكيلومتر الأخير. المركز الثاني غشام، المركز الثالث صنديد، المركز الرابع مبدع، والمركز الخامس حشيم الهجن الشحانية. كل هالهجن الشحانية، نعود مع المركز الأول مضمر غبة جابر بن سالم بن فاران يقدم في هذا الشوط، في هذا الشوط الأول مع زاهي. يا أخواني، انطلق انطلاقة ولا أروع إلى خط النهاية. الله، بدون أي أوامر يا بن بريك، بدون أي أوامر. نيسان بترول آخر موديل يا جابر، آخر موديل يا شبل المضمرين. هذه انطلاقة زاهي إلى خط النهاية. هذا هو الحضور، وإلا فلا. هذا هو الحضور، شبل المضمرين، ذلك الشاب يظهر مع الكبار اليوم، يظهر مع الكبار بنوعيات ولمسات مميزة يقدمها في هذا المساء. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا لعشاق الأدعم، تهنئة خاصة لعشاق هذا الشعار الكبير، وتهنئة أيضا لشبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران المري، ويصل بحفظ الله ورعايته إلى خط النهاية محققا السيارة نيسان بترول ستيشن. مركز الثاني غشام الهجن الشحانية، المركز الثالث صنديد الهجن الشحانية، المركز الرابع حشيم الهجن الشحانية، ومعنا المركز الخامس مبدع الهجن الشحانية. هذه المراكز الخمسة الأولى أعزائي المتابعين مشاهدينا في كل مكان، مراكزنا الخمسة الأولى. هناك جوائز نقدية قيمة حتى المركز العاشر، تهانينا والناموس. التوقيت الزمني، لحظة وصول زاهي إلى خط النهاية،
التوقيت الزمني لحظة وصول زاهي إلى خط النهاية. متابعينا الكرام مشاهدينا في كل مكان، التوقيت الزمني تهنئة لهجن الشحانية وتهنئة للمضمر جابر بن سالم بن فاران المري. التوقيت 12 دقيقة 29 ثانية أو 30 ثانية، وفاء وتماما وكمالا بدون أي أجزاء من الثانية. ثانية لهجن الشحانية المركز الثاني 12 دقيقة 30 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. غشام الهجن الشحانية تهانينا والناموس. المركز الثالث رقم ثلاثة صنديد الهجن الشحانية مع محمد بن خالد بن عبد الله العطية. التوقيت الزمني ثمان أجزاء من الثانية 38 ثانية 12 دقيقة. حاضرة مع هذه الزمول الأصايل تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام اسعد الله مساكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذه الانطلاقات ومنافسات شعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة ضمن هذه الأشواط المفتوحة. تابعنا الأشواط الرئيسية وتابعنا قبة من تنتصر في أول الأشواط. نهني هجر الشحانية والتهنية للشبل جابر بن سالم بن فاران بتوقيت مميز، بتوقيت حدث في هذا الميدان في هذا العام 12 دقيقة وثمان ثواني وثمان أجزاء من الثانية. وأتى زاهي لينتزع الشوط الأول الرئيسي الخاص بالزمول. نهني هجن الشحانية ونهني الشبل جابر بن سالم بن فاران على هذا الفوز. على بركة الله متابعينا الكرام ينطلق ثالث أشواطنا في هذا المساء. نتابع هذه الانطلاقة وهذا الحضور من هذه الأسماء الكبيرة التي صالت وجالت في أرضية ميادين السباق. نبدأ بالبداية ونتابع أيضا الصدارة هناك وأول المراكز. أتابع انطلاقة هجر الشحانية هناك مع البداية والصدارة هناك. أتابع أيضا تقدم ممتاز مشاهدينا الكرام مع الغلا هنا من تبدأ على البداية لهجن الشحانية والتضمير لدى الشبل الحاضر في هذا المساء. يتابعها في التضمير جابر بن سالم بن فاران بينما ثاني الأسماء. أتابع التقدم من ثمينة، ثمينة تصل مع ثاني المراكز لهجن الشحانية ويتابعها بالتضمير الذهبي سالم بن فاران المري بينما ثالث الأسماء هنا تواجد من النويعس لسعادة الشيخ جاسم بن فهد بن جاسم بن علي الثاني راشد بن سيف بن علي بن سيف العذبة من يتابعها في التضمير القادمة النويعس مع ثالث المراكز بينما رهف تصل في هذه اللحظات تغير بدورها إلى ثالث المراكز لهجن الشحانية. يتابعها في التضمير جابر بن سالم بن فاران رابع الأسماء. وتابع التقدم من العزوم في هذه اللحظات عزمة العزوم في هذه أيضا الأمور لا بد من العزم هنا. وتابع العزوم قادمة مع رابع المراكز لهجن الشحانية. يتابع المشاغب محمد بن خالد العطية القادمة مع رابع المراكز بينما خامس الأسماء وصول من نوف لهجن الشحانية والمتابعة لدى المشاغب محمد بن خالد العطية. هذه الأسماء مشاهدينا متابعينا مستمعينا الكرام لمراكزنا الخمس المتقدمة والمنطلقة في هذا الشوط. نيسان بترول
تاتنيوم هناك في الانتظار سيارة ثمينة للفائز بالمركز الأول. نتابع تقدم أيضا أسماء، هنا أسماء قادمة مشاهدين الكرام، هنا عسيلة بدأت تنضم في هذه اللحظات مع خامس المراكز الهجنة الشحانية، يتابعها سالم بن فهران المري. أسماء قادمة والتماس أيضا هنا تصل في هذه اللحظات، تنضم إلى دائرة النداء لهجن الشحانية والتضمير لدى الشبل. جابر بن سالم بن فهران، الله يا الأسماء الأسماء، ولكن الأمور هناك هناك مع الغلا، والغلا هي الغلا هي الغلا واسمها الغلا. هناك على البداية والصدارة تنطلق في الكادر الأعلى لقناة الريان الغلا لهجن الشحانية، هناك مع البداية والصدارة والمتابعة لدى الشبل. جابر بن سالم بن فهران هناك يقدم أيضا هذه الأسماء في هذا المساء بحضور ممتاز ورائع. نتابع أيضا ثاني الأسماء، وصلت ثمينة، ثمينة هنا قادمة في ثاني المراكز لهجن الشحانية، والمتابعة لدى الذهبي. هنا سالم بن فهران المري يتابع انطلاقة ثمينة، بينما ثالث الأسماء رهف، هنا رهف تصل مع ثالث المراكز لهجن الشحانية، والمتابعة لدى جابر بن سالم بن فهران، بينما رابع الأسماء هنا الاسم القادم التماس، بدأت أيضا بالاقتراب التماس لهجن الشحانية، والمتابعة لدى الشبل. جابر بن سالم بن فهران، وصلت عسيلة، عسيلة قادمة في هذه اللحظات لهجن الشحانية، ويتابعها في التضمير سالم بن فهران أيضا. هنا أتابع التقدم أيضا مشاهدينا الكرام من التماس في هذه اللحظات لهجن الشحانية، والمتابعة لدى الشبل. جابر بن سالم بن فهران، وهنا أيضا قدوم من الغزيل، وصلت الأسماء وعسيلة، وهناك الاسم القادم أيضا المشاغب بدأ بالاقتراب، بدأ أيضا نتابع من خلال هذه اللحظات، قدم الغزيل ونوف هنا مع هذه اللحظات إلى المراكز المتقدمة. بدأت السرعة، بدأت الأسماء بالاقتراب من بعضها، ونحن كذلك بدأنا هناك بالعد التنازلي، ولكن الأمور باقي 4 كيلومترات ما تفصل عن خط النهاية، وانتصفت مسافة هذا الشوط بقيادة الغلا، الغلا مشاهدين الكرام هنا على الصدارة وعلى البداية لهجن الشحانية بشعار الأدعم، هنا على البداية والصدارة. الله 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 يا الغلا. هنا أيضا يتابعها بالتضبير الشبل جابر بن سالم بن فهران، بينما ثاني الأسماء هناك ثمينة قادمة في هذه اللحظات، أيضا نتابعها من الجانب الآخر، بدأت بالاقتراب، بدأت أيضا تلازم هناك مع الصدارة ثمينة لهجن الشحانية، يتابعها بالتضمير الذهبي سالم بن فهران المري. شوف القادمة، شوف أيضا التقدم في هذه اللحظات، رهف من الجانب الآخر. الله 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 يا هجن الشحانية، هنا أيضا القادمة مع رهف مع ثالث المراكز، يتابعها أيضا الشبل جابر بن سالم بن فهران، ويقدم أيضا التماس بشعار هجن الشحانية مع رابع المراكز، والمتابعة لدى جابر بن سالم بن فهران، ولكن الغزيل، الغزيل قادمة مع هذه اللحظات تصل في خامس المراكز لهجن الشحانية، يتابعها في التضمير المشاغب محمد بن خالد العطية، يقدم الغزيل في هذه اللحظات إلى خامس المراكز. بدأت الأسماء بالاقتراب مشاهدينا الكرام، ولكن الأمور هناك، الأمور تغيرت على الصدارة، بدأ أيضا التغيير السريع في هذه اللحظات، غيرت رهف، رهف هناك تغير وتنطلق بالبداية، استلم زمام الأمور هناك من الغلا، وانطلقت على البداية والصدارة. الله هجن الشحانية هنا المتواجدة مع المراكز المتقدمة والمنطلقة في هذه اللحظات بقيادة رهف لهجن الشحانية، ويتابعها جابر بن سالم بن فهران، ولكن ثمينة، ثمينة تتابع الموقف، تلازم هناك على الصدارة. الله يا ثمينة تعود مشاهدينا الكرام، ثمينة
الحاسمين لتخطف زمام الأمور لتنطلق على البداية والصدارة لهجن الشحانية. بدأ التكتيك في هذه اللحظات، بدأت الأسماء بالانسحاب وانطلاق أيضا بعض الأسماء، تقدم من بعض الأسماء. هنا ثمين أيضا لهجن الشحانية، هناك يتابعها الذهبي سالم بن فاران المري، يقدم ثمين إلى البداية والصدارة. هناك أيضا أتابع التقدم من التماس لهجن الشحانية، يتابع جابر بسالم بن فاران، ولكن شوف الغزيل، وصلت الغزيل هنا لهجن الشحانية. المشاغب بدأ بالاقتراب، بدأ يقدم الغزيل مع رابع المراكز، وهناك نوف، الله والخوف من نوف القادمة مع رابع أو خامس المراكز في هذه اللحظات لهجن الشحانية. المشاغب يقدم الغزيل ويقدم نوف في هذه اللحظات، بدأت الأمور تشتد في هناك في الصدارة، بدأ صراع الأقوياء، السرعة زادت والأسماء أيضا اقتربت، وأيضا نحن بدأنا بالاقتراب. الله، 2 كيلومترات ما تفصل عن النهاية، ما تفصل عن ناموس هذا الشوط. ثمينة على الصدارة ورهف من الجانب الآخر، وتقدم من التماس وتواجد من الغزيل وانطلاق من نوف. الله الله الله، هجن الشحانية هنا مع البداية مع الخماسية، وهناك أيضا عسيلة قادمة، والاسم القادم في هذه اللحظات. الطيارة تصل وتصل العزوم، الله يا الأسماء. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، أتابع البداية، التماس غيرت انطلقت على الصدارة. الله يا التماس، وهذا الأداء الممتاز. الله يا التماس، هنا مع البداية بدأت أيضا تلتمس خطورة الموقف وانطلقت نحو الصدارة نحو البداية. التماس لهجن الشحانية، يتابع الشبل الحاضر في هذا المساء بقيادة التماس، ومن الجانب الآخر هناك وصول من رهف لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران، ولكن أتابع الغزية القادمة. الله الله الله، الغزية لهجن الشحانية، يتابع المشاغب محمد بن خالد العطية. طارت الطيارة قادمة مع رابع المراكز لهجنة الشحانية، يتابعها جابر بن سالم بن فاران وعسيلة، تصل في هذه اللحظات مع خامس المراكز لهجنة الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الله يا عسيلة هو الغزيل. مشاهدين الكرام، بانطلاق ثنائي بمنافسة قوية. الله، ركز وشوف هذا الأداء، ركز وشوف التماس الغزيل، ثنائية مع الحزام الأخضر لهجنة الشحانية بقيادة أيضا هناك. أتابع التقدم أيضا من الشبل، ولكن الله يا المشاغب، أصدر الأوامر، انطلقت هنا الغزيل مع ثاني المراكز، ولكن الأمور مع التماس. والله الله الله، مشكور على هذا الأداء، انطلقت التماس. مشاهدينا متابعينا الكرام، عبر الهواء مباشرة تتابعون هذا الأداء والانطلاق الممتاز من شعار هجن الشحانية، من الشعار الأدعم الحاضر والمنطلق في هذا المساء، هنا مع أيضا التماس بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران، يسجل الهاتريك في هذا المساء هنا مع التماس، مع لحظات الوصول والانطلاق الممتاز. مشكور يا الشبل على هذا الأداء، مشكور أيضا من قدمت أيضا هذه الأسماء. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنئة للشبل جابر بن سالم بن فاران. بينما ثاني المراكز وصلت الغزيل لهجن الشحانية، ثالث المراكز كان الوصول من الطيارة لهجن الشحانية، بينما رابع الأسماء كان الوصول مشاهدينا الكرام من عسيلة لهجن الشحانية، وخامسا وصلت رهف لهجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لشوطنا الماضي. تابعنا أيضا هذا أيضا الأداء الممتاز، وكانت عسيلة حاضرة في هذا الشوط،
نهني هجنة شحانية ونهني الشبل جابر بن سالم بن فران 12 دقيقة 18 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس ثاني المراكز. كان الوصول مشاهدينا الكرام من الغزيل 12 دقيقة 22 ثانية ست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجنة الشحانية والتهنية للمشاغب محمد بن خالد العطية. وصلت الطيارة ثالثا ب 12 دقيقة 26 ثانية سبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهانية أيضا للشبل جابر بن سالم بن فاران. تهانينا والناموس للجميع. شوطنا الرابع هو مخصص لأشواطنا المفتوحة من مسافة الثمانية كيلومترات. جائزة هذا الشوط هو عبارة عن سيارة تيوتا ستيشن جيكس آر مقدمة للفائزة بإذن الله تعالى. معنا بالمركز الأول في هذا الشوط نبدأ مع شوطنا المفتوح المخصص لأصحاب السمو الشيوخ والسعادة، ونبدأ مع هذه الشعارات التي تنطلق على أرضية هذا الميدان ميدان الشحانية. وفي اليوم الذي يسبق يوم الختام لهذا المهرجان الغالي، مهرجان مؤسس هذا الكيان الشيخ جاسم بن محمد طيب الله ثراه، نبدأ مشاهدينا الكرام مع هذه المقدمة ومع صدارة هذا الشوط. المركز الأول هذه أريام، أريام تحمل هذا هذه المقدمة مع انطلاقة هذا الشوط. تعود ملكية أريام لهجن الشحانية، يقودها في التضمير شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران المري مع أريام. ننتقل إلى المركز الثاني، وتأتي هنا على مستوى المركز الثاني ديمة. ديمة تعود ملكيتها لهجن الشحانية، أيضا قيادتها وتضميرها مع جابر بن سالم بن فاران المري. ننتقل للمركز الثالث، ومن تتواجد فيه أبراج، أبراج لهجن الشحانية أيضا مع نفس المضمر ومع نفس المالك جابر بن سالم بن فاران، هو من يقودها في التضمير وملكيتها مع شعار هجن الشحانية. ننتقل للمركز الرابع، المركز الرابع الدخول والتسلل أيضا من ود، وصلت ود واحتلت المركز الرابع. تعود ملكيتها لهجن الشحانية، تضميرها ومتابعتها كذلك مع جابر بن سالم بن فاران المري. الشبل من يقود هذه الأربعة الأسماء والقيادة هناك مشاهدينا الكرام مع أريام. والمركز الرابع كما ذكرنا ود لهجن الشحانية، مضمرها جابر بن سالم بن فاران المري. ننتقل للمركز الخامس، يا مرحبا وصلت غيوض، تصل غيوض على مستوى المركز الخامس. من تتواجد على مستوى المركز الخامس هذه غيوض، تعود ملكيتها لهجن الشحانية وتضميرها مع المشاغب محمد بن خالد العطية. إذن مشاهدينا الكرام هذه المراكز الخمسة الأولى. نذكر السادة الفائزين معنا في صباح هذا اليوم
بأشواط الإنتاج والمنتجين مع سن الحول والزمول ورموز هذه الفترة الصباحية، سيتم تسليمها بإذن الله تعالى مقدما من أيادي سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، تكريما للفائزين من فازوا معنا بالشوط الأول وهو شوط الإنتاج للحيل، وهي عبارة عن رمز وهي شلفة بإذن الله تعالى، ومن ثم بعدها أيضا يأتي دور الزمول للإنتاج وهو خنجر فضي أيضا يقدم للفائز بشوط الإنتاج والمنتجين في سن الزمول، وكذلك يقدم هذه الرموز سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. فنرجو من السادة الفائزين معنا بأشواط الإنتاج التوجه مباشرة إلى مكان التتويج والتسليم. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة مشاهدينا الكرام مع أريام. أريام من تتواجد على المقدمة والصدارة، هذه أريام من بداية هذا الانطلاق وهي من تقود هذا المسار قيادة حكيمة. هذه أريام، الله يا أريام. أريام من تحتل المقدمة، تعود ملكيتها لهجن الشحانية، يقودها في التضمير. الشبل، الشبل جابر بن سالم بن فاران، الشبل نعم هو من يقودها في التضمير، من اقتحم هذه الأشواط في هذا المساء. الله يا المبدع، الله 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 على هذا الإبداع من أحد شبابنا المبدعين في هذا المجال، في مجال التضمير. الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، يا سلام، يقود أريام في التضمير، يقود أريام في عملية التضمير، بينما تتواجد على مستوى المركز الثاني أبراج. أبراج 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 تتجاوز وتقير من الجانب الأيمن أيضا لهجن الشحانية، يقودها في التضمير جابر بن سالم بن فاران المري. يا سلامي عليك يا الشبل، يا سلامي على ما تقدمه من إبداعات في هذا المجال وفي هذا المساء. يا سلام يا سلام. بينما تصل على المركز الثالث وتتواجد هنا مشاهدين الكرام ديمة، ديمة لهجن الشحانية، تضميرها أيضا مع جابر بن سالم بن فاران المري. ناخذ المركز الرابع، ومن تتواجد على مستوى المركز الرابع مشاهدينا الأفاضل تتواجد ود لهجن الشحانية أيضا مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وعلى المركز الخامس هنا غيوض، من تتواجد على مستوى المركز الخامس غيوض تعود ملكيتها لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية، من يقود غيوض في عملية التضمير. يا سلام يا سلام يا سلامي على الشعار الأدعم الكبير، يا سلامي على شعار هجن الشحانية وعلى مضمرينها. نعم أيها الإخوة، ما مهما تكلمنا ومهما قلنا في هذه الإبداعات في هذا المجال ومع هؤلاء المضمرين لا نوافيهم حقهم. أيها الإخوة الأفاضل، نعود مع الثلاثة كيلومترات إلى مقدمة هذا الشوط، المقدمة والصدارة وقيادة هذا الشوط مع أريام، مع أريام 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 المملوكة لهجن الشحانية. أريام هي من تقود هذا المسار، أريام هي من تتحكم في زمام هذا الشوط من البداية وحتى هذه اللحظات. الملكية لهجن الشحانية والتضمير مع جابر بن سالم بن فاران المري. وهنا أبراج تأتي على مستوى المركز الثاني أيضا لهجن الشحانية مع نفس المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. والمركز الثالث تتواجد فيه ديمة لهجن الشحانية أيضا مع الشبل جابر بن سالم بن فاران في التضمير. والمركز الرابع تتواجد ود لهجن الشحانية كذلك مع نفس المضمر جابر بن سالم بن فاران المري. وعلى المركز الخامس هنا غيوض، غيوض على مستوى المركز الخامس، وديروا بالكم هنا من غيوض، من تتواجد على مستوى المركز الخامس المملوكة لهجن الشحانية ويقودها في التضمير. هنا محمد بن خالد العطية،
هذه نتيجتنا مشاهدينا ومستمعينا الافاضل للمراكز الخمسة الاولى المتقدمة. نعود واياكم الى مقدمة الشوط. نعود مشاهدينا الكرام الى ريام ما طاعت تسلم المقدمة ابدا، ما طاعت تسلم المقدمة وهي المتصدرة مع هذه الحيل. نعم مشاهدينا الكرام هي المتصدرة في هذه الحيل. الله، 2 كيلومتر تفصلنا عن الجيكس ار، نعم التيوتا الستيشن التي تنتظر الفائز معنا بالمركز الاول. اريام بشعار هجن الشحانية مع الشبل، شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران المري، يعزز الموقف بقدوم ابراج على مستوى المركز الثاني لهجن الشحانية ايضا مع نفس المضمر جابر بن سالم بن فاران المري. والمركز الثالث تحركت غيوظ تتحرك على مستوى المركز الثالث لهجن الشحانية، ولكن يضمرها محمد بن خالد العطية. المركز الرابع من تتواجد هنا ود لهجن الشحانية مع المضمر جابر بن سالم بن فاران المري. وصول وتقدم من سباير في هذه اللحظات. يا مرحبا بسباير، وصلت سباير وغيرت سباير الى المركز الرابع لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. الله يا ريام، انطلقت ريام، اندفعت ريام، ذهبت ريام نحو الجيكس آر، نحو الناموس، نحو الانتصار. هذه هي أريام مع الكيلومتر الأخير. هنا تفتتح الكيلومتر الأخير بالقيادة المميزة، 7 كيلومترات وهي تقود هذا المسار وهي متحكمة. نعم أيها الإخوة، ولكن هنا المقدمة هنا مع أريام، والمركز الثاني تتقدم فيه أبراج لهجن الشحانية مع جابر بن سالم. ولكن الله يا سباير، وصل الكبار، وصل العمالقة. هنا تغير سباير مشاهدين الكرام، تغير الموقف، تغير هذا الشوط، تغير هذا المسار. هذه سباير من غيرت مع المركز الأول لهجن الشحانية. التضمير مع الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. يذكركم بالنقطة الرابعة في هذا الموسم. نعم أيها الإخوة، 3 نقاط قبل هذه النقطة وهذه النقطة الرابعة. الله 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 الله. إذا سلام وتحية واحترام لمؤسسة هجن الشحانية العملاقة. التهنية موصولة إلى الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. سلام يا الشحانية وهجنها، سلام يا الذهبي سلام. تحياتنا وسلاماتنا وتقديرنا لمحبين هذا الشعار ولسباير وعشاقها. هذه لحظة وصولها إلى خط النهاية. تهانينا ما شاء الله تبارك الرحمن. المركز الثاني وصلت على مستوى المركز الثاني ود لهجن الشحانية. المركز الثالث تصل غيوظ لهجن الشحانية. المركز الرابع وصلت أريام لهجن الشحانية. المركز الخامس تصل على المركز الخامس ربدة لهجن الشحانية. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام. شاهدنا وإياكم أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، سباير أتتنا في الكيلومتر الأخير واحتلت المركز الأول وتقدمت رغم ضغوط هذه الحيل المتواجدة معها في هذا الشوط، ولكن هي من أثبتت تواجدها ووجودها في هذا الشوط. لحظة وصول سباير إلى خط النهاية قاطعة المسافة في زمن مغادرة 12 دقيقة 14 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية. التهانية موصولة لسالم بن جابر بن فاران المري الذهبي من قادها إلى بر الأمان. أما المركز الثاني فوصلت فيه مشاهدين الكرام ود قطعت المسافة 12 دقيقة 17 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية. التهنية موصولة لمضمرها جابر بن سالم بن فاران المري. أما المركز الثالث فوصلت فيه تعويض أو هنا نعم غيوظ
قيود من تصل على المركز الثالث. تقطع المسافة في 12 دقيقة 17 ثانية، ستة أجزاء من الثانية تهنئة وناموس لهجن الشحاني على فوز غيوض. التهنئة موصولة لمضمرها محمد بن خالد العطية. تهنئة وناموس لجميع الفائزين. استعرض على حضراتكم هذه هي نتائج هذه الأشواط المسائية، نعم، التي تسبق أشواطنا التي ستنطلق بعد لحظات وهي الأشواط العامة. كانت غبة هي من انتزعت المركز الأول واحتلت صدارة هذا الشوط، قاطعة المسافة في زمن وغدرة 12 دقيقة 8 ثواني، 8 أجزاء من الثانية. القبة مملوكة لهجن الشحانية مع قائدها ومضمرها جابر بن سالم بن فاران المري، بينما أتى زاهي في شوطنا الثاني المملوك لهجن الشحانية وظفر بهذا الناموس لهجن الشحانية وكذلك مع المضمر جابر بن سالم بن فاران المري، بينما أتت التماس المملوكة أيضا لهجن الشحانية وحصلت على ناموس الشوط الثالث وأيضا بقيادة مضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما أتت سباير في شوطنا الماضي المملوكة لهجن الشحانية بكل أريحية وتفوز معنا بناموس هذا الشوط وأيضا بقيادة مضمرها الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أيها الإخوة المتابعون، في هذه اللحظات سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني يتوج الفائزين معنا في أشواط الإنتاج، وفي هذه اللحظات يتم تتويج مالك الشاهينية. ألف ألف مبروك، يستاهل راعي الشاهينية مبارك بن سالم بن خجيم العذبة من حققت الشلفة الفضية في شوط الإنتاج والمنتجين. يتوج مبارك بن سالم بن خجيم العذبة من أيادي سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. إذن نهني مبارك بن سالم بن خجيم العذبة على انتزاع الشاهينية وتحقيقها برمز الإنتاج والمنتجين في سن الحيل. تهانينا والناموس لهذه لحظة التتويج والصور التذكارية مع أنجال بن خجيم مبارك بن سالم بن خجيم العذبة وأنجاله ومضمر الشاهينية. تهانينا والناموس لكل المحبين لشعار بن خجيم العذبة على فوز الشاهينية وتحقيقها بالشلفة الفضية في شوط الإنتاج والمنتجين لسن الحيل. تهانينا وألف مبروك. ننتقل حضورنا الكريم أيها الإخوة بحضراتكم مع شوط الزمول. إذن هذه الصور التذكارية مع رئيس اللجنة المنظمة ومع أبنائه، أبناء هذا الوطن وأبناء هذه الرياضة، يتوجهم ويصور معهم هذه الصور التذكارية. شكرا حقيقة يا أبو عبد الله على كل ما تقدمه اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. هذه الصور التذكارية مرة أخرى مع مبارك بن سالم بن خجيم العذبة مع هذا الرمز الغالي الذي يكون وساما على كل صدور عشاق هذه الرياضة. في هذه اللحظات يأتي دور كفو وهو من انتزع الخنجر الفضي في سن الزمول للإنتاج والمنتجين المملوك لمحمد بن مسعود بن قطامي المري. لحظة تتويج لا تنسى من أيادي رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، وهو أيضا نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن عبد الله بن محمد الكواري، وأيضا مدير عام اللجنة المنظمة لسباقات الهجن مبارك بن محمد بن بادي النعيمي، وأيضا حمد الشهواني، رجال اللجنة المنظمة بقيادة أو برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، يتوجون هؤلاء الفائزين معنا أيها الإخوة في الفترة الصباحية. وهذه اللقطات الجميلة والصور التذكارية والصور التي نشاهدها لأرضية ميدان الشحانية. نعم أيها الإخوة الأفاضل، نشاهد هذا الميدان الذي
حقيقة يكون مثلا راقيا لمحبين وعشاق هذه الرياضة العربية الأصيلة في دول الخليج، وهو الفريد من نوعه، وهو الميدان الأول بشهادة الجميع، هو الميدان الأول من جميع النواحي، سواء التنظيم، سواء الرقي، سواء الإشادة من الجميع. حقيقة نهني من يعمل جادا ومجتهدا في هذا الميدان، ويترأس هذه اللجنة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، هو وإخوانه في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، الذين يقفون وراء كل نجاحات هذه الانطلاقات وهذا الميدان، والدعم الكبير الذي يحظى لهذا الميدان من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني يحفظه الله ويرعاه، الداعم الأول لهذا الموروث، وهو الداعم لمحبين هذه الرياضة العربية الأصيلة. فشكرا لسمو الأمير على دعمه اللامحدود، وعلى رقي هذا الميدان بدعمه المتواصل والمستمر من سموه الكريم. فشكرا بألسنة جميع عشاق هذه الرياضة في الخليج بكل ما يبذل هنا على أرضية ميدان الشحانية من نجاحات ومن دعم كبير ومن استراتيجيات حقيقة فاخرة. هذا هو في هذه اللحظات يأتي مالك كفو، وهو السيد محمد بن مسعود بن قطامي المري، من فاز معنا بخنجر الزمول للإنتاج والمنتجين. هذه الصورة التذكارية وتسليم هذا الرمز من أيادي رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. يستاهل هذا الفوز مالك كفو محمد بن مسعود بن قطامي المري وأنجاله، نهنيه على فوز الإنتاج والمنتجين مع كفو، ويستاهل هذا الرمز الغالي. إذن صورة تذكارية مع مالك كفو مسعود بن قطامي المري في هذه اللحظات. أيها الإخوة، نصل وإياكم إلى نهاية هذا التتويج، وشكرا لرئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني على تتويج الفائزين معنا في هذه الفترة الصباحية مع شوط الإنتاج والمنتجين. للحديث بقية مشاهدين قناة الريان الفضائية، ولكن أيها الإخوة الأفاضل سنتواصل بإذن الله تعالى مع أمسية جميلة نرتقبها بإذن الله تعالى. نعود وإياكم أيها الإخوة مع أشواط الرموز في الفترة الصباحية كما نشاهد. أيها الإخوة الأفاضل للإنتاج والمنتجين، هذا شوط الحيل للإنتاج في الفترة الصباحية نشاهده على شاشة قناة الريان الفضائية مع مخرج هذا النقل الحي والمباشر الذي يمتعنا حقيقة في هذه اللقطات بالإخراج الجميل والمميز علي بوشارب المري، وكذلك بن خزينة نشكرهم في هذا الإبداع. هذه هي لحظة وصول الشاهينية ولحظة تتويج مالكها مبارك بن سالم بن خجيم العذبة في هذا المساء. إذن أيها الإخوة الأفاضل، هذه هي لحظة التتويج بينما نشاهد وإياكم ملخص شوط كفو الذي حقيقة كان كفوا لهذه المهمة وكفوا لهذا التحدي، واسم على مسمى كفو المملوك لمحمد بن مسعود بن قطامي المري عندما انتزع الخنجر الفضي في الفترة الصباحية مع شوط الإنتاج والمنتجين للزمول. هذه هي لحظة وصوله وجمهوره المحبين لهذا الشعار، ولحظة وصول كفو إلى خط النهاية منتزعا هذه الخنجر الفضية ومهديا مالك هذا الناموس الغالي وهذه الخنجر الغالية. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، هذه لقطات جميلة مع كفو ومع محبينه ومع مشجعينه. نعم، هذه لحظة تتويج مالك كفو قبل لحظات يتوج من قبل رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن مسعود بن قطامي المري وإخوانه، يرفعون هذا الرمز عاليا، وكما نشاهد هذه اللقطات الجميلة أيها الإخوة الأفاضل
نختم مع حضراتكم أيها الإخوة، ولكن نتمنى نتمنى بإذن الله تعالى من السادة المشاهدين لقناة الريان الفضائية أن يبقوا معنا، لأن هناك بإذن الله تعالى فاصل ونواصل بإذن الله لبقية حديث أشواطنا المتبقية بإذن الله تعالى، فخلوكم معنا.